يرحب عشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. زادت شهرزاد في حكايتها للملك شهريار سيد الأخيار، وتفننت في نقلها لروائع الأخبار، وشهريار يزداد بذلك اهتماما بها في ليله وحتى في النهار، وهي تسحره بنبرات صوتها الشبيهة باللحن الذي يعزف على الأوتار. ما كنت أظن يا شهرزاد أن عندك كل هذه الأخبار من عظيم الروايات والأسرار. وأين هذا يا مولاي مما هو عندي من عجائب وغرائب الأولين وما يتخلله من طرائف وأشعار الأقدمين؟ فلما فرغ من شعره التفتت إليه والدته وألقت روحها عليه وأنشدت هذين البيتين: الدهر أقسم لا يزال مكدري، حنثت يمينك يا زمان فكفري، السعد وافى والحبيب مساعدي، فانهض إلى داعي السرور وشمري. ثم إن والدته حكت له جميع ما وقع لها بعده، وحكى لها جميع ما قاساه، فشكروا الله على جمع شملهم ببعضهم. ثم إنه ذهب مع عمه إلى حضرة السلطان، فلما حضر بين يديه حياه بأكمل التحيات وأفضلها وأنشد يقول: يقبل الأرض من عزت مراتبه، بكم وبالنجح قد فازت مطالبه، أنتم أولو المجد يحظى من يؤملكم بما به في الدنيا تعلو مناصبه. ما اسمك يا رجل؟ أحقر عبيدك المعروف بحسن البصري، الداعي لك ليلا ونهارا. ألك علم بوصف الحسن والجمال؟ نعم يا مولاي، الصباحة في الوجه، والوضاءة في البشرة، والجمال في الأنف، والحلاوة في العينين، والملاحة في الفم، والظرف في اللسان، والرشاقة في القد، واللباقة في الشمائل، وكمال الحسن في الشعر. أحسنت أحسنت. ما معنى قولهم في المثل: شريح أدهى من الثعلب؟ اعلم أيها الملك أيدك الله أن شريحا خرج أيام الطاعون إلى مدينة النجف، وكان إذا قام يصلي يجيء ثعلب فيقف أمامه ويحاكيه فيشغله عن صلاته، فلما طال ذلك عليه نزع يوما قميصه ووضعه على قصبة، وأخرج كميه وجعل عمامته عليها وشد وسطها ونصبها في مكان صلاته، ثم جاء الثعلب كعادته ووقف بإزائه، وأتاه شريح من خلفه وأمسك به وأخذه، فقيل ما قيل: إن ابن أخيك هذا كامل في الفن والأدب، ولا أظن أن مثله يوجد في مصر. فقام حسن البصري وقبل الأرض بين يديه وقعد قعود المملوك بين يدي مولاه، ودعا له بالعز الدائم، واستأذنه في الذهاب مع عمه الوزير شمس الدين، فأذن له فخرج، وأتى هو وعمه إلى البيت. ثم دخل حسن البصري مجلس امرأته ست الحسن فقالت له: لا بد من أن يجعلك نديم الله ويوفر لك الصلات والهبات. أريد أن أقول قصيدة في مدحه لتزداد محبتي في قلبي. أصبت فيما نويت، فجرد الفكر وتأنق فيما تقول، وما أراه إلا مقابلا لك بالقبول. ثم انفرد حسن البصري ناحية ونمق أبياتا رشيقة المباني حسنة المعاني، وأخذ عودا وغنى يمدح الملك: لي همام قد سما أوج العلا، وهو في نهج الكرام الغر سالك. لي همام قد سما أوج العلا، وهو في نهج الكرام الغر سالك. أمن الأقطار طورا عدله،
وعلى أعدائه سد المسالك، يرجع العافي غنيا إن ترم وصفه قصرت عنه في مقالك. وهو صبح مسفر يوم العطاء، وهو في يوم الوغى، في يوم الوغى كالليل حالك. قلد الأعناق منا جوده، وهو بالإحسان للأحرار مالك. طول الله لنا في عمره، ووقاه الشر أحداث المهالك. أنت من هذا اليوم نديمي، وقد عينت لك في كل شهر 1000 درهم. فأقام حسن البصري وقبل الأرض بين يدي السلطان 3 مرات، ودعا له بدوام البقاء. ثم إن حسن البصري على قدره، وطار صيته في البلدان، وبقي في أجمل حال وأرغد عيش مع عمه وأهله إلى أن أدركته الوفاة. فلما سمع القصة هارون الرشيد من لسان جعفر تعجب، وأمر أن تكتب هذه الأحاديث بماء الذهب. ثم أطلق العبد وأمر أن يعين للشاب ما يطيب به عيشه. وما هذا يا مولاي بأعجب من حكاية الخياط والأحدب واليهودي والشاهد النصراني وما وقع لهم. بلغني أيها الملك السعيد أنه كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان في مدينة الصين رجل خياط مبسوط الرزق، يحب اللهو والطرب، وكان يخرج هو وزوجته في الأحيان يتفرجان على المنتزهات. فخرجا يوما من أول النهار ورجع آخره إلى منزلهما عند المساء، فوجدا في طريقهما رجلا أحدبا رؤيته تضحك المغموم وتزيل الهم عن المحزون. فعند ذلك تقدم الخياط هو وزوجته يتفرجان عليه، ثم إنهما عزما عليه أن يروح معهما إلى بيتهما لينادمهما تلك الليلة. فأجابهما إلى ذلك ومشى معهما إلى البيت. فخرج الخياط إلى السوق، وكان الليل قد أقبل، فاشترى سمكا مقليا وخبزا وليمونا وحلاوة يتحلون بها، ثم رجع وحط السمك قدام الأحدب وجلسوا يأكلون. فأخذت امرأة الخياط جزلة سمك كبيرة ولقمتها للأحدب وسدت فمه بكفها. والله ما تأكلها إلا دفعة واحدة في نفس واحد، ولا أمهلك حتى تمضغها. فابتلعها وكان فيها شوكة قوية، فتصلبت في حلقه لأجل انقضاء أجله فمات لساعته. هذا المسكين ما كان موته إلا على أيدينا. وما هذا التواني؟ أما سمعت قول الشاعر: ما لأعلل نفسي بالمحال على أمر يكون به هم وأحزان، ماذا القعود على نار وما خمدت، إن القعود على النيران خسران. وكيف العمل؟ أشر عليه. قوم واحمله في حضنك، وانشر عليه فوطة حرير، وأخرج أنا قدامك وأنت ورائي في هذه الليلة، وقل: هذا ولدي وهذه أمه، ومرادنا أن نديه إلى الطبيب ليداويه. فلما سمع الخياط هذا الكلام قام وحمل الأحدب في حضنه وهو يفعل ما قالت زوجته، وكل من رآهما يظن أن معهما طفلا مصابا بالجذر. ولم يزالا سائرين وهما يسألان عن منزل الطبيب، حتى دلهما على بيت طبيب يهودي، فقرع الباب
فنزلت لهما جارية سوداء وفتحت الباب ونظرت، وإذا بإنسان حامل صغيرا وأمه معه، فقالت الجارية: ما خبركما؟ معنا صغير، مرادنا أن ينظره الطبيب. دعي الأحدب هنا ونفوز بأنفسنا. فأوقفه الخياط وأسنده إلى الحائط، وخرج هو وزوجته. في أسفل البيت ضعيف مع امرأة ورجل، وقد أعطياني ربع دينار لك وتصف لهما ما يوافقه. فلما رأى اليهودي الربع دينار فرح وقام عاجلا ونزل في الظلام، فأول ما نزل عثرت رجله في الأحدب وهو ميت. يا لعزير، يا لمسان، يا لعصر أليمات، يا لهارون ويسوع وابن نون، أأني عثرت في هذا؟ إنه المريض، إنني عثرت في هذا المريض فوقع إلى أسفل. مات، فكيف أخرج بأتي لهذا من بيتي؟ فإن قعدت هنا إلى طلوع النهار راحت أرواحنا، فأنا وأنت نطلع به إلى السطح ونرميه في بيت جارنا المسلم، فإنه رجل مباشر على مطبخ السلطان. وكثيرا ما تأتي القطط في بيتي وتأكل مما فيه من الأطعمة والفيران، وإن استمر فيه ليلة تنزل عليه الكلاب من السطوح وتأكله. فطلع اليهودي وزوجته وهما حاملان الأحدب، وأنزلاه بيديه ورجليه إلى الأرض، وجعلاه ملاصقا للحائط، ثم نزل وانصرف، ولم يستقر نزول الأحدب إلا والمباشر قد جاء إلى البيت في وقته، وطلع البيت ومعه شمعة مضيئة، فوجد ابن آدم واقفا في الزاوية في جانب المطبخ، فقال ذلك المباشر: ما هذا؟ والله إن الذي يسرق حوائجنا ما هو إلا ابن آدم، فيأخذ ما وجده من لحم أو دون، ولو خبأته من القطط والكلاب، وإن قتلت قطط الحارة وكلابها جميعا لا يفيد، لأنه ينزل علينا من سطح. ثم أخذ مطرقة عظيمة ووكزه بها فصار عنده، ثم ضربه بها على صدره فوقع، فوجده ميتا فحزن. لا حول ولا قوة إلا بالله، يا لطيف يا لطيف، لعن الله الدون واللحم هذه الليلة، كيف فرغت منية هذا الرجل على يدي؟ أما يكفي أنك أحدب حتى تكون حراميا وتسرق اللحم والدون؟ يا ستر صني بسرك الجميل. ثم حمله على أكتافه ونزل به من بيته في آخر الليل، وما زال سائرا به إلى أول السوق، فأوقفه بجانب دكان في رأس عطفة وتركه وانصرف، وإذا بنصراني وهو سمسار السلطان، وكان سكرانا فخرج يريد الحمام، فقال له سكره: إن المسيح قريب من مكانك. فما زال يمشي ويتمايل حتى قرب من الأحدب وجعل يتمايل، فلاحت منه التفاتة فوجد واحدا واقفا، وكان النصراني قد خطفوا عمامته في أول الليل. فلما رأى الأحدب واقفا اعتقد أنه يريد خطف عمامته، فطبق كفه ولكم الأحدب على رقبته فوقع على الأرض، وصاح النصراني على حارس السوق، ثم نزل على الأحدب من شدة سكره ضربا، وصار يخنقه خنقا، فجاء الحارس فوجد النصراني باركا على الأحدب وهو يضربه. يا عذراء، كيف قتلت هذا؟ ثم إن الأحدب والنصراني باتا في بيت الوالي، وأمر الوالي للسياف أن ينادي عليه، ونصب للنصراني خشبة وأوقفه وأراد أن يعلقه، وإذا بالشاهد قد شق الناس،
فرأى النصراني وهو واقف تحت المشنقة ففسح الناس وقال للسيار: لا لا يا سيدي ولي، لا تفعل لا تفعل، أنا الذي قتلته. لأي شيء قتلته؟ إني يا سيدي ولي دخلت بيتي هذه الليلة فرأيته نزل من السطح وسرق مصالحي فضربته بمطرقة على صدره فمات، فحملته وجئت به إلى السوق وأوقفته في موضع. ما كفاني أني قتلت مسلما حتى يقتل بسبب نصراني، فلا تشن خيري أيها الوالي. فلما سمع الوالي كلام المباشر أطلق سراح النصراني والسمسار وقال للسياف: أشنق هذا باعترافه. فأخذ الحبل من رقبة النصراني ووضعه في رقبة المباشر وأوقفه تحت الخشبة وأراد أن يعلقه، وإذا باليهودي الطبيب قد شق الناس وصاح على السياف: أملي أملي، لا تفعل لا تفعل يا مولاي، فما أتله إلا أنا، وذلك يا مولاي أنه جاء في بيتي ليداوي فنزلت إليه فعثرت فيه برجلي، هذا رجلي تتشف هذه لقوش، فمات فلا تأتني المباشر يا مولاي، أعتني أنا سيلغبلي. فأمر الوالي أن يقتل اليهودي الطبيب، فأخذ السياف الحبل من رقبة المباشر ووضعه في رقبة اليهودي الطبيب، وإذا بالخياط جاء وشق الناس وقال للسياف: لا 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 لا، أسني الله إن أني ما أصله إلا أنا، وذلك أني كنت بالنهار أتفرج وجئت وقت العشاء فرأيت هذا الأحد بسكين حشكه ومعه دفن وهو يغني بفرحة، فوقفت أتفرج عليه وجئت به إلى بيتي فأخذ الزوجة إطعة سمك ولقمة ودستان في فمه هو يشيك بها، فأخذت أنا وزوجتي وجئنا به لبيت اليهودي، فنزل اليهودي فعثر في تعيني فظن أنه قتله، أصحيح هذا عدنا أم لا؟ العدد سيدي أين مولاي؟ أنت ناقت الحق. إن هذا أمر يؤرخ في الكتب، أطلق اليهودي واشنق الخياط. هل نظل نقدم هذا ونؤخر هذا ولا نشنق أحدا؟ ثم وضع الحبل في رقبة الخياط. هذا يا مولاي ما كان من أمر هؤلاء. أما ما كان من أمر الأحدب، كان السلطان لا يقدر أن يفارقه، فسأل عنه بعض الحاضرين فقالوا له: يا مولانا، طلع به الوالي وهو ميت وأمر بشنق قاتله. فلما سمع الملك هذا الكلام أمر بإحضارهم جميعا، فنزل الحاجب فوجد السياف كاد أن يقتل الخياط، فصرخ عليه الحاجب ألا يفعل وأعلمه أن القضية بلغت الملك، ثم أخذه وأخذ الأحدب معه محمولا والخياط واليهودي والنصراني والمباشر، وطلع بالجميع إلى الملك. فلما تمثل الوالي بين يديه قبل الأرض وحكى له جميع ما جرى مع الجميع. فلما سمع الملك هذه الحكاية تعجب وأخذه الطرب وأمر أن يكتب ذلك بماء الذهب، وقال للحاضرين: هل سمعتم مثل قصة هذا الأحدب؟ يا ملك الزمان، إن أذنت لي حدثتك بشيء جرى لي وهو أغرب وأعجب وأطرب من قصة الأحدب. إذن حدثنا بما عندك. اعلم يا ملك الزمان أني لما دخلت تلك الديار أتيت بمتجر وأوقعني المقدور عندكم، وكان مولدي بمصر وأنا من قبطها وتربيت بها، وكان والدي سمسارا، فلما بلغت مبلغ الرجال توفي والدي فعملت مكانه سمسارا، فبينما أنا قاعد يوما من الأيام وإذا بشاب أحسن ما يكون وعليه أفخر ملبوس وهو راكب حمارة، فلما رآني سلم علي فقمت إليه تعظيما له، فأخرج منديلا وفيه قدر من السمسم وقال: كم يساوي الإردب من هذا؟ 100 درهم. خذ التراسين والكيالين واعمد إلى خان الجوالي في باب النصر تجدني فيه. وتركني ومضى،
وأعطاني السمسم بمنديله الذي فيه العينة، فدرت على المشترين، فبلغ ثمن كل إردب 120 درهما، فأخذت معي 4 تراسين ومضيت إليه، فوجدته في انتظاري، فلما رآني قام إلى المخزن. لك في كل إردب 10 دراهم سمسرة، واقبض الثمان واحفظه عندك، وقدر الثمان 5000 درهم، لك منها 500، ويبقى لي 4500. فإذا فرغ بيع حواصلي جئت إليك وأخذتها. الأمر كما تريد. ثم قبلت يديه ومضيت من عنده، فحصل لي في ذلك اليوم 1000 درهم. وغاب عني شهرا، ثم جاء وقال لي: أين الدراهم؟ ها هي حاضرة يا سيدي، احفظها حتى أجيء إليك فأخذها. فقعدت أنتظر، فغاب عني شهرا آخر، ثم جاء وقال لي: أين الدراهم؟ يا مرحبا، تفضل، هل لك أن تأكل عندي شيئا؟ احفظ الدراهم حتى أمضي وأجيء فأخذها منك. ثم ولى، فقمت وأحضرت له الدراهم وقعدت أنتظر. فغاب عني شهرا آخر، وبعد شهر جاء راكبا على بغلة وعليه ثياب فاخرة، وقلت له: خذ دراهمك يا سيدي. ولماذا العجلة؟ بعد هذا اليوم أخذها منك. ثم ولى، فقمت وأخذت الدراهم. مرحبا بكم. وقعدت أنتظر. محب المسلسلات. فغاب عني شهرا آخر، فقلت في نفسي: أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. يتبع. وإلى اللقاء مع الحلقة 120. ألف ليلة.